فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. السبب شنو؟ ويقول يا ليتني، يا ليتني شنو؟ يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ده سبب الطمع. شفت الشرك ده؟ ده الخل ليه والثمر بتاعه ماف، ده الخل ليه والشجر ينتهي، ده جاب لي الكتاحة إذا صح التعبير. وده قاعد في بلدنا يا أخي، بلد قرية واحدة في الجزيرة فيها 22 قبة، واحدة واحدة يمكن فيها 10,000 نفر، يمكن فيها 200-300 شاب ما لاقين يتزوجوا ويبنوا قوة للأموات، قوة للأموات. ناس الكون ده جد السماء دي على الأرض تغني عزول كده، خلي باقي السبعة دي بس الأولى دي، النجوم الكواكب سحب وقمر شمس ده كله فوق ده، وتحت الأرض جبال أوتاد رواسي أودية شعب كلها أنهار بشر حيوانات حشرات أنواع من خلق الله، هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ده سووا شنو؟ الكون ده الشك ما أغنى عن الناس إنه الله ده براه، الله ده براه ويعبدوه ما أغنعه. الكون ده الشك لسه ينادوا يا أخي في بشر، وبشر ماتوا وبشر ناقصين ذاته. المكاشف ده عنده عين واحدة طافي لمبة عديدة، زول عينه مكتومة وقالوا بيعلم الخير ويعرف في قلبك. برعي عنده حصوة لما ما تبيع وينادوه في الشدايد، صايم ديما منتهي وينادوه في الشدايد، حسن وتحصونا قالوا من المدفونة دفنوهن ويفتشوا لها. ده كباشي قالوا كم أدى ولد، وين الولد اللي أداه كباشي؟ وقبل ما يدوا الكباشي كان بدي الأولاد مول ويأتوا ولد اللي أداه، ونحن أدانا كباشي، نحن كباشي ضدنا ونحن ضده مفتخرين ومتكيفين جدا. أدانا نحن ولد، خوفوا النساوين رجفون ورجفوا العجائز، الشيخ بينفخ أنفخنا نحن ينفخك بنشر، الشيخ بيضر ما بتقدر تضر، ويتحداهم ما يعملوا أي شيء. ناس وهم ناس من أضل خلق الله في أرض الله، ملحقنا العلمانيين ديل الخيابة ديل، ناس ما شابتين حيلهم يا أخي، ناس خجر يا أخي، ناس بهايم والله الذي لا إله غيره، ناس أصالة ما عندهم يا أخي. يا زول بصاحب صاحبه سنتين بيقف معاه، وكم مرة في المستشفى وكم مرة في الدراسة وكم مرة بيدي قروش وكم مرة بالليل بيمرض بيقف معاه وكذا وكذا، يقول لك صاحبي ده أصيل ما بنسى لحقه، الله بأكل في من خلقه ليل ليلة ما دار يدي الله حقه، ده فيه خير؟ الله بينعم عليه ما دار يشكر، ده فيه خير؟ قال بتحترم ده سووا لك شنو؟ ده سووا لك شنو؟ دارين بناتنا يمرقوا ليل وصليل ما زول يسألهم. غنمايا يا أمة غنمايا ميخ، كان المغرب ما جات حلف فتشوا ليه، فتشوا الكوشة دي بيجاي ما جات، والله غنمايا دي بيوا غنمايا بقوها أغلى من البيت، تجي تقول لي نحن منزل للبيت تسوق البيت تعمل فيها زي ما داير، وتجي تقول لي نحن منزل للبيت أنا ندافع عنها يا أخي. يا أخي اللحم ألف السوق ألف الشارع، الركشة ورد وخانة فيهم، العربية ورد وخانة فيهم، الضبار راكي فيهم، لحم زي تعبهاي معلق واحد فيه قزاز مغتبيه أحسن ياتو، أحسن المغتة ولا المكشوف ساي لحمضان، لحمضان مغتة أحسن من الماء مغتة، لحم بشر بتاع بيت مرة داير يتكشف. ناس ما بتفهم، ناس غريبين جدا والله، سوين بغج بتاع شعر في راسه ونحن نسوي دجن يسخروا بينه، واحد تلقى راسه لو دخلت نملة إلا يمرق الجليل العظيم، يقول لك دي حضارة وكريمات، نحن نسوي دقن
زي سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام. ونحن والله مفتخرين ده سيدنا وأرجل منه وأحسن من ناسه وسيرته أحسن منه وفوق له. همش السليينين ده زال منه ناس الغرى والناس البعيدين والناس الكذا الأودية وغيره وكذا ما بعرفوه. اسم الرسول ده كل ساعة كل دقيقة في العالم شغال في المعازي فوق فوق بالصوت العالي. نتكلم كيف؟